بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، لدي هنا صورة لسديم بيضة التنين. الحقيقة هذا السديم أحببت أن أتأمله معكم، أن نتأمل خلق الله عز وجل، كيف أن هذا الكون واسع جدا أيها الأحبة. بعض الأسئلة تأتيني حول السدم الكونية، ما هو السديم؟ الحقيقة كلمة سديم تعني غيمة سماوية كبيرة مليئة بالدخان، مليئة بالغبار الكوني، فيها بعض النجوم التي تتشكل، فيها انفجارات نجمية. إذن كل هذه المجموعة تسمى سديم، يعني السديم هو مجموعة من الأجرام الكونية تتوضع في مكان معين من الكون. لذلك نجد أن الكون أيها الأحبة مليء بالسدم الكونية. طيب هنا أنا دعوني فقط أكبر هذه الصورة لنرى ماذا يوجد بداخلها. الحقيقة هنا نجم تشكل داخل هذا السديم، لأن النجوم أحبتي في الله تنشأ من الغبار الكوني أو من الدخان الكوني، وتبدأ ببث الضوء والحرارة والأشعة الكونية وغير ذلك. ومثل هذه النجوم نهايتها يكون على شكل انفجار نجمي أو ما يسمى بالسوبر نوفا. سبحان الله، النجم مثل الكائنات على الأرض، لها دورة حياة، تخلق تتطور وتكبر ثم تشيخ وأخيرا تنفجر وتموت. هذا النجم يبعد عنا تقريبا، أو هذا السديم بشكل عام يبعد عنا بحدود 4200 سنة ضوئية. يعني نحن الآن، هذه الصورة التقطت مؤخرا من قبل وكالة ناسا، نحن نرى هذا النجم الآن على وضعه الذي كان عليه قبل 4200 سنة، لأن الضوء الذي غادر من هذا السديم أو هذا النجم بقي 4200 سنة حتى وصلنا هنا على الأرض، لأن الضوء له سرعة أحبتي في الله كما تعلمون 300,000 كيلومتر في الثانية. فالضوء إذا سار بسرعة 300,000 كيلومتر بالثانية لمدة 4200 سنة، سيقطع المسافة التي تفصلنا عن هذا السديم أو هذا النجم. وهذه المسافة نحن نراها كبيرة جدا، ولكن قياسا للمسافات الكونية تعتبر لا شيء. يعني نحن لدينا مجرات تم اكتشافها حديثا تبعد أكثر من 10 أو 11 أو 12 ألف مليون سنة ضوئية. فتصوروا أن هذا السديم قريب جدا. هذا السديم يظن العلماء أنه يمتد يعني من هنا لهنا بحدود 4 سنوات ضوئية. يعني لو أن الضوء أراد أن يقطع هذا السديم من حافته لحافته سيستغرق 4 سنوات. مع العلم أن الضوء أيها الأحبة يسير كما قلنا 300,000 كيلومتر في الثانية، يعني في كل ثانية قطر محيط الأرض 40,000 كيلومتر تقريبا. يقطع محيط الأرض في ثانية واحدة أكثر من 7 مرات. يلف الضوء، يلف حول الأرض، سرعة الضوء يلف حول الأرض أكثر من 7 مرات في الثانية الواحدة. فتصور أن هذا الضوء يستغرق 4 سنوات حتى يقطع هذا السديم الذي هو عبارة عن دخان كوني، عن نجم في المركز، بعض النجوم حديثة التشكل. وهذا السديم هو المادة الأولية أو الأساسية
لنشوء أو خلق النجوم. سبحان الله، هذه الصورة تدعوني أيها الأحباء أن أتذكر معكم قول الحق تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتدعوني أيضا أن أتذكر قول الحق: فلا أقسم بمواقع النجوم، لأن هذا النجم حقيقة نحن لا نرى موقعه الحقيقي، نراه قبل آلاف السنين كيف كان، أما اليوم لا نستطيع، لا نعلم ما مصيره أصلا. وبالتالي الموقع الحقيقي للنجوم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك أقسم فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فهذا الإله العظيم الذي خلق الكون وأخبرنا عن مواقع النجوم وأخبرنا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وأخبرنا عن هذه الأمور الكونية، هو الذي أنزل القرآن العظيم وأخبرنا فيه عن مواقع النجوم. لذلك هذا القرآن هو كلام الله الحق سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.